أهلا بكم أصدقائي مرة ثانية بدروس تعلم العود بطريقة سهلة مع زياد. اليوم درسنا جديد، درسنا هو الدخول مباشرة إلى عمل آلة العود، وهو البداية الأساسية في تعلم طريقة العزف، البداية الرئيسية والأساسية. وأنا كثير من الأصدقاء يقولوا لي أنه أريد أعرف ما هي البداية في طريقة تعلم العود، البداية في مسك آلة العود، ما هي الطريقة تعلم في البداية مسك الآلة، مسك الأوتار، مسك الريشة. هناك طريقة راح أعطيكم إياها، طريقة جدا سهلة. وتحياتي لأصدقائي بالإنستغرام، وأيضا تحياتي لأصدقائي في الفيسبوك وأصدقائي في اليوتيوب، وأشكرهم على الاشتراك بهم، وأنتظر أيضا من المساهمين والمشتركين الجدد أن يضغطوا زر الاشتراك وزر الإعجاب حتى يوصلكم ما هو جديد. مثل ما تعرفون أصدقائي أنه أنا وضعت عدة دروس، اللي هو درس الأول والثاني والثالث ومن ثم الرابع وكذا الخامس، إلى أن وصلنا بالدخول إلى مادة العملي، حتى تكون عندكم أساسية أو أساس صحيح في البداية في تعلم الموسيقى، واللي هو تناولت فيه الخطوط الموسيقية والمدرج والفرق بين السلم وما هو السلم الموسيقي. الآن عندنا احنا الأساس اللي هو العود، واللي هي مسك آلة العود، واللي كثير من أصدقاء يسألون عن مسك آلة العود. هذا هو العود، هذا هو العود اللي هو نقدر نخليه 5 أوتار أو 6 أوتار، لكن المتعلم دائما يكون عنده 5 أوتار. المسكة الأساسية دائما تكون بمسك برتقالة، اليد تكون ماسك برتقالة، تمسك برتقالة أو تفاحة وهكذا توضع على زند العود مع تقريب الأصابع، مع تقريب أو تقرب الأصابع تكون قريبة من الأوتار، وهكذا تكون المسكة. هكذا تكون المسكة، هكذا تكون المسكة. هذه مسكة اليد اليسرى بالنسبة لزند العود. هذا أول شيء أصدقائي اللي حبيتوا تعرفون عليه، أنه كيف البداية تكون مع مسكة آلة عود. هذه باليد اليسرى. أما اليد اليمنى فهي توضع الريشة، وتوضع الريشة بهكذا 3 أصابع ومن ثم الأصبعين، 3 أصابع ثم الأصبعين، لكي تكون تصبح هكذا وتكون أما قريبة من هنا أو تكون قريبة من هنا. لكن اليد اليسرى هكذا، هكذا تكون قريبة جدا لكي تكون البداية تكون أساسا بوضع الأساس الصحيح، مسك برتقالة وهكذا. شكرا لكم، وإن شاء الله نلتقيكم بفيديو قادم اللي هو مهم جدا في إعطاء الأصابع لآلة العود. شكرا لكم.